المعسكر المغلق ده لازم اشيد بالجهاز الفني للنادي الاهلي من اول مستر كولر لكل الجهاز، هاري طبعا الكابتن سامي قمصان وكارلوس برينجر اللي لازم نرجع له، الراجل ده اللي انضم للجهاز حديثا هنتكلم عليه، وتيتسيان اندويا المخطط الاحمال وياسين المكاري طبعا ميشيل يانكون كلهم طبعا كابتن خالد بيبو وكابتن سمير عدلي، كل الناس دي لازم نشيد بيهم، لان احنا هنا من اول ما جينا المعسكر كان معانا الكابتن اكرم توفيق والكابتن كريم والكابتن امام عاشور ونيدفيد وكابتن خالد، كل دي كانت اصابات في الفريق. الحمد لله الحمد لله الحمد لله قدر الجهاز الطبي بقياده الدكتور تامر ابو العنين رئيس الجهاز الطبي الجديد، ان الحمد لله وتوفيق ربنا من خلال معسكر بيتم فيه تاهيل وعلاج طبيعي لكل لاعب 3 جلسات يوميا. حضرتك احسبها كده، كل لاعب كان في الفريق بيتم تاهيله يوميا، كل العدد اللي موجود ده كل لاعب بيعمل 3 جلسات علاج طبيعي واستشفاء من اول الفطار لغايه العشاء، اللعيبه كلها ده معناها عليها يا كابتن ايهاب، معناها 3 تدريب زاد 3 فترات تاهيليه، ان اللعيبه فعلا بالمعنى الكامل تفرغت بشكل محترف للاستعداد. بالظبط. كمان الدكتور تامر ابو العنين اشتغل على الجانب العلمي الحديث في اجراء تحليل الدي ان ايه واللاكتيت للاعبي النادي الاهلي، وطبعا دول النهارده ما بقتش رفاهيات الحاجات دي، يعني الدي ان ايه واللاكتيت طبعا للعيبه كلها، يعني اللعيب ياكل ايه وما ياكلش ايه، ممكن اللعيب ياكل حاجه اللعيب الثاني ما ياكلهاش، وتقليل حاجات في المواد الغذائيه، كمان مثلا حاجه زي اللاكتيت من الحاجات الحديثه في بعض، هضرب مثلا على حاجه صغيره، مثلا ممكن احنا كلنا بنشرب لبن، لكن في واحد ممكن يشرب لبن عادي ما عندوش مشكله، واحد اللبن ده يعمل له حصاوي، واحد اللبن ده يعمل له شوكه عظميه، فالكلام ده كله بقى يدخل في اليات الجهاز الطبي اللي كمان هنقول يمكن خبر ان شاء الله مفرح معاكم، زي ما قلنا ان امام عاشور وكريم واكرم انهم جاهزين جدا وخلاص جاهزين للمباريات وبيلعبوا جاهزين الحمد لله، كمان عمرو السوليه في خلال 10 ايام ان شاء الله هيكون في التدريب الجماعي. ليه النادي الاهلي اصطحب عمرو السوليه وهو مصاب؟ لان تكثيف العلاج والتواجد في المعسكر ده كان في سرعه لشفاء اللاعب اللي ان شاء الله في خلال 10 ايام ان شاء الله هيكون موجود في التدريبات الجماعيه. وخلينا يعني اقول لك على رساله مهمه جدا، البروفيسور النمساوي مستر فينيك، وده الراجل اللي قام بالكشف على اكرم وعلى امام، وده راجل متخصص في الركبه فقط، الراجل ده اشاد بالتاهيل في النادي الاهلي، الراجل ده اشاد بالتاهيل في النادي الاهلي، وان شاء الله هيجي يزورنا في النادي في القاهره، وقال لازم ازور الصرح العظيم ده النادي الاهلي، واشاد بالشكل التاهيل، وقال ان الحمد لله التاهيل ماشي بشكل جدا رائع جدا في النادي الاهلي. ده بخصوص الشكل الطبي والاصابات اللي الناس. طيب بمناسبه الجانب الطبي يا استاذ ايهاب، طمنا على حاله الكابتن الخطيب، وهل غادر النمسا لفرنسا ولا لسه؟ طبعا كلنا بندعو بالشفاء للكابتن محمود الخطيب اللي مر بازمه صحيه كده اثناء المعسكر، الكابتن محمود الخطيب عليه ضغوط كبيره جدا، كابتن محمود الخطيب بيبص على كل حاجه بنفسه وبيتابع كل حاجه بنفسه، وكان جاي طبعا من المانيا، ولكن حصل يعني وعكه صحيه ان شاء الله ان شاء الله اتعافى منها بالشكل الامثل، وخلال الساعات الجايه ولسه موجود معانا في المعسكر، خلال الساعات الجايه ان شاء الله هيكون موجود في فرنسا لاستكمال الجانب العلاجي والجانب الطبي، وان شاء الله مش عايز اقلق جماهير النادي الاهلي، يعني ان شاء الله ان شاء الله الدنيا ماشيه كويسه، والحمد لله كابتن النهارده كان موجود واتفرج معانا على التمرين، وان شاء الله بنتمنى له الشفاء العاجل باذن الله، يعني تكون الرحله العلاجيه يعني مطمئنه وترجع لنا باخبار كويسه باذن الله. طيب ان شاء الله وتفضل.